من المسائل المهمة، لو قال إنسان كيف أعرف الساحر والكاهن والعراف، أريد تعريفا مبسطا، فنقول لك كل من ادعى معرفة علم أي شيء فيما مضى أو فيما يستقبل أو فيما يخبر به عما في الضمير، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: العراف يشمل هؤلاء كلهم من الكهان من السحرة، حتى قال ابن حجر رحمه الله: الكهانة تكون إما عن طريق الشيطان، وإما عن طريق التخمين، وإما عن طريق التجربة. فخلاصة القول: من يخبر عما في الضمير، عما في ضمير الإنسان، أو يستدل على أمور ماضية لمعرفتها بمقدمات أو بأحوال، أو ما يخبر عما يكون عنه في المستقبل، فهؤلاء يدخلون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في حكم العراف، وهو لفظ عام، يدخل ضمنه الساحر والكاهن والمنجم والرمال وغير هؤلاء ممن يشابههم. لكن لو قيل كسوف الشمس وخسوف القمر يخبر عنهما، فالجواب أن هذا ليس من معرفة علم الغيب. لما؟ لأنه يرجع إلى حساب، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، من أن كسوف الشمس وخسوف القمر يمكن أن يكون، بل قال يكون بالحساب، وذكر كلاماً طويلاً لا يتسع المقام لذكره. والدليل: الشمس والقمر بحسبان، وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً. كذلك ما يخبر عن أحوال الطقس وأحوال الجو مما يمكن أن يقع من غبار أو مطر أو نحو ذلك، فليس هذا من الكهانة في شيء، لأنه عبارة عن توقعات للأرصاد. لكن يجب، وهنا انتشر في هذا الزمن مع قلة العلم، يقولون سيكون هناك، مع قلة علم المتلقين، وإلا فمن نسمعه من هؤلاء المخبرين في وسائل إعلامنا، هم يقولون نتوقع ذلك بمشيئة الله عز وجل، ويجب أن تدرج كلمة مشيئة الله عز وجل في ضمن هذه الأخبار. لكن من هم في هذا الزمن من هذا الجيل يتناقلون بأن هناك غباراً سيأتي، أو أن هناك أمطاراً ستأتي في ذلك اليوم، وينقلونها على خبر التعيين والتثبيت واليقين، وهذا خطأ محض. وكم من مرة فيما مضى أخبروا عن أشياء ستقع وإذا بها تتخلف، سواء كان غباراً أو أمطاراً أو غير ذلك.